أتعلم القرآن وعندي مصحف خاص أكتب عليه أحيانا وأجعل عليه علامات وخطوط على المتشابهات وغيرها، يقول هل يجوز لي ذلك؟ لا، ما يجوز لك ذلك. تخلي المصحف ولا تكتب فيه شيئا، لا بين السطور ولا في الهوامش، تخلي المصحف من الكتابات. وإذا كان تريد تقيد فوائد يكون معك دفتر، يكون معك دفتر تقيدها في دفترك ولا تكتبها في المصحف. نعم.